مراحل تطور شات جي بي تي بيتطور بسرعة جدا، يعني بدأ بتلاتة وتلاتة ونص اللي متاح للجميع واربعة اللي مدفوع. يعني حضرتك علشان تستخدم شات جي بي تي اربعة لازم تدفع فلوس، بس شركة مايكروسوفت وفرت لينا شات جي بي تي فور ببلاش. النهاردة التحديث ده عالمي عالمي حرفيا، وهتفهم ليه، لان فيه مزايا كتير جدا. دلوقتي احنا عندنا شات جي بي تي العادي وشات جي بي تي المدفوع. لو جينا بصينا دلوقتي فور والتحديث الجديد، التحديث الجديد هتفهم دلوقتي ايه الفرق بين شات جي بي تي 3 و3 ونص و4 والتحديث الجديد. لو جينا بصينا مع بعض هنا وكتبنا الربح من اليوتيوب وهنا كتبنا الربح من اليوتيوب، بحثنا في المدفوع وبحثنا في العادي وبدأنا ننتظر النتيجة. النتيجة تقريبا أسرع عن المدفوع، بس مش واو، يعني مش هدفع مبلغ وقدره 20 دولار شهريا علشان الفرق بين الاتنين يكون بالشكل ده. يعني ده خلص وتقريبا ده لسه بيكتب. بص حتى كتب لك كل حاجة بالتفصيل وده لسه بيكتب. خد بقى بالك من الجزئية دي، ان حضرتك هنا متاح ليك انك تختار شات جي بي تي الاسرع اللي هو 3.5 والذكي الفور، اما السريع والذكي فهو التحديث الجديد. هنا بقى حضرتك متاح ليك انك تختار الذكي والسريع في الشكل المجاني، يعني دي مجانا مش مدفوع. تختار، ايوه تختار، وحضرتك بنفسك هتختار. وخد بالك بقى لان الموضوع ده مهم جدا علشان تفهم الفرق، لانه بدأوا يدخلوا مزايا جديدة، وعايز حضرتك تركز معايا علشان تفهم شات جي بي تي التحديث الجديد ايه الفرق بيه. بص يا فندم، اللي عجبني في الموضوع ده ان هو سريع، اسرع بكتير جدا من 3.5، بكتير جدا في البيانات الاساسيه مش الحاجات العاديه دي. يعني انا كتبت جمله عاديه، لكن لما تبحث عن حاجات كتيره وكبيره هتلاقي الموضوع بالنسبه لك كمان اسرع بكتير جدا ويوفر عليك شغل كتير جدا. رقم اتنين، فاهم عربي كويس جدا وجميع اللغات، والله لو لهجة خارجية فاهم، لهجة مصرية فاهم، لهجة جنوب أفريقية فاهم، فحضرتك عارف هو انت بتتكلم عن ايه وبتتكلم مع مين، كأنك بتكلم صاحبك بيفهمك، بيتكلم معاك بشكل طبيعي، ما تحسش اطلاقا انه روبوت، يعني حاجة عادية. وكمان بيعمل حاجة عجيبة جدا، هو بيحلل لك الصورة، يعني تديله صورة يبدأ يحللها لك، وكمان ممكن يكتب لك عنها محتوى، انت متخيل؟ وفي حاجة حورها لك في اخر الفيديو، ان هو بيقرأ الكلام بصوت وبيعلمك لغات، يعني انت ممكن الصوت ده تسمعه كأنه شخص بيتكلم معاك. بصراحة انا انبهرت جدا من التحديث ده، انبهرت لاني شفت في منطقية في الردود، في حاجة سريعة جدا ممكن يديها لك وممكن يعلمك لغات انجليزية برتغالية جنوب افريقية. وعلى فكرة الموضوع لسه فيه جديد الفترة اللي جاية، وفي مزايا هتتطور الفترة اللي جاية. انا شايف ان التحديث ده هيغير طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي الفترة اللي جاية، وانا مستني اجربه اكتر الفترة اللي جاية وهوضح لك. انا عايز حضرتك تسمع الصوت، بص الصوت. الربح من اليوتيوب يتطلب مجموعة من الخطوات والاستراتيجيات لتحقيق النجاح. هنا بعض النصائح لزيادة فرصك في الربح. يعني انا واحد، ثواني، اختيار، يعني انا ممكن ادخل اعمل الفيديو ده دلوقتي في ثواني، وانا من كلمتين اداك سكريبت كامل بكلمات كاملة بحاجات كاملة، حضرتك ممكن تاخدها تعملها فيديو، وانا هعملها فيديو على فكرة. يعني انا هعمل كده شير واخد منشن للايه للرابط ده، لان الرابط ده عاجبني جدا وهشاركه عندي وابدا احفظه لانه مهم جدا جدا جدا. ده سكريبت انا هقعد اعمله في ثواني، فايه اللي يخليني ما اعملش فيديو؟ معنى كده ان ممكن يديك فيديوهات ومحتوى، ايوه. ومش بس كده، ده في مزايا كتير جدا الفتره اللي جايه، زي صناعه الصوره المصغره، يديك صور، تدي له بس تكست يديك صور. ولسه يا جماعه في نظام صوره اللي جاي الفتره اللي جايه، من مجرد كلام زي ده تديهوله يبدا يطلع لك فيديوهات، والفيديوهات دي تقدر تستخدمها لان خلاص حضرتك معاك التراخيص. بصراحه انا شايف الذكاء الاصطناعي اللي مش هيشتغله صح الفتره اللي جايه هيخسر، خصوصا ان حضرتك بتكلم ناس بتدور على التكنولوجيا، بتدور على توفير الوقت، بتدور على ايه الحاجه اللي ممكن يتسرعوا فيها علشان يعملوا محتوى
خصوصا ان حضرتك لازم تكون ظاهر الفترة اللي جاية بشكل مستمر على اليوتيوب وشكل متكرر، خصوصا اليوتيوب بدأ يدعم الاستمرارية والمنصات بدأت تدعم الاستمرارية والجمهور بدأ يكون عايز يشوف المشاهد المنشئ المحتوى بشكل اكبر واكتر واسرع وبيقضي وقت اطول داخل الفيديوهات بناء على ايه؟ على المحتوى اللي حضرتك بتقدمه. اي نعم شات جي بي تي بينفع محتويات كتير جدا ترفيهية، لا يعني انا بعمل المقلب في اخويا هينفعني في ايه بشات جي بي تي؟ مش هينفعني. محتوى الطبخ لا، ولكن في محتويات تانية بتعتمد بشكل كامل على شات جي بي تي زي المحتوى التقني ومحتوى القصص، وحضرتك ممكن تستخدمه في العنوان، ممكن تستخدمه في الصورة المصغرة وأفكار للصورة المصغرة، ممكن تستخدمه في الوصف والكلمات المفتاحية، ممكن تستخدمه استخدامات كتير جدا. علشان كده عايز حضرتك تفهم أنا هستخدم شات جي بي تي في إيه. هل استخدام شخصي هيبدأ يعلمني لغات؟ أوكي ادفع في اللي أنت عايزه، ما كأن حضرتك معاك مدرس. أيوة بالظبط، مدرس بيدرس لك كل حاجة وبيكلمك كل حاجة وبتكلمه صوت كده، ازاي حضرتك عامل ايه اخبارك ايه انا الحمد لله يا رب تكون بخير، في حاجة هتكلمه شات كده. وكمان بدأ مش محتاج ان حضرتك تقرأ كلام او لا، ده هو هيسمع لك الكلام وهيشرح لك كل حاجة بالتفصيل كأنك بتكلم مع مدرس بالظبط. وممكن تتخانق انت والمدرس عادي جدا، والله هتشوف خناقة كأنك بتكلم مع شخص طبيعي طبيعي جدا. ده غير مست ان هو سريع، يعني عايز اقول لك ان شات جي بي تي ده هيغير مفهوم استخدام الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي. يعني انا عايز حضرتك تفهم بس الاول، انا هروح اعمل ترقيه امتى؟ ما رقيش وخلاص علشان انا الناس بيرقوا والناس بيستخدموا شات جي بي تي فاروح ارقي، لا هترقيه امتى؟ هتستخدمه؟ هل حضرتك هتقدر تطلع العائد المادي من $20؟ هل حضرتك هتدفع $20؟ ما خد بالك اصل الموضوع كام دلوقتي عشان قطر تعمله بلس، ثواني كبر الكلام، علشان تعمله بلس محتاج تدفع $20 امريكي، ولو عايز تيم كامل $25 امريكي علشان تستخدم جميع المزايا. الخطة المجانية ممكن حضرتك تشتغل عليها وفي عندك امكانيات وصول محدود للسريع والذكي. ايوه ده الامكانيات هنا ايه؟ محدود مش عام، بس انت لو بتستخدمه حبه قليلين هتقدر تطلع اللي انت عايزه. فهمتني؟ وصلت؟ يعني مش لازم حضرتك تروح تدفع لي $20 و$25، عايز حضرتك يكون عندك عقل بس وانت بتدفع اي فلوس. ده هينفعنا كصناعه المحتوى ايوه، ولكن مش الجميع. لو انت ترفيهي مش هينفعك، لو انت روتيني مش هينفعك. هو ممكن يجيب لك افكار، ممكن يكتب لك مقدمه، ممكن يديك كلام عام، ممكن يعمل لك الحاجات دي بس كاستخدامات. لكن لو انت صفر تكنولوجيا الموضوع مش هيفيدك باي حاجه، انت خسران لانك بتدفع $20 مش بتاخد عائد مادي. عشان كده قبل ما تدفع الفلوس دي طور نفسك في استخدام الذكاء الاصطناعي وازاي تدي الاوامر، لان الاوامر دي مهمه جدا. انت بتتعامل مع شخص وطفل، شات جي بي تي ده زي الطفل، علشان تاخد منه اللي انت عايزه لازم تديله جميع المعلومات اللي انت عايز تعرف عنها. شكرا للجميع، كان معاكم مرجع الاول لمنشئ محتوى يوتيوب اللي حابب اوضح لك ادق التفاصيل حتى لو كانت صغيره علشان تبدا تطور من نفسك. شكرا، نتقابل في فيديو جديد وتحديثات جديدة. باي باي.